توضيحي وتعليقي على تلك السؤالين أن تقضي في المواجهة بالبراءة. ثقتي في العدالة المحكمة وأقررها إذا أجاب على تلك السؤالين وعقبت عليهما التعقيب اللازم، سوف أرى تغييرا كاملا. لأن المحكمة دورها إيه؟ الفوضي الحقيقة. وأنا أسجل شكري وتقديري في البداية لما قالت المحكمة لن نبتغي غير وجه الله ولا تأثير علينا غير ضمائرنا. منذ دقائق بسيطة أسجل لكم هذا وأقدره وأتمنى أن نسير فيه إلى النهاية ويصدر حكمكم العادل ببراءة موكلي ورفاقي. وعن حق، لأنني سيد الفاضل الرئيس أتساءل منذ وكلت في هذه القضية، ما هي الجريمة وما هي أركانها؟ ماذا أستطيع أن أدافع؟ انتابتني الحيرة قبل أن آجي العراق. ماذا أتناول؟ تعودنا سيد الفاضل الرئيس أن ندفع ونشكك في ركن من أركان الجريمة حتى تنهار الجريمة بأسرها. أما إذا كانت لا توجد جريمة وادفع بانعدام، وأرجو أستاذ هذا الدفع بانعدام، أدفع بانعدام وجود جريمة. انعدام أي. أرجو أستاذ هذا الدفع سيد الفاضل الرئيس والهيئة الموقرة تسألني لماذا تدفع بانعدام وجود جريمة؟ لأنه كان يوجد نظام حاكم وكان رئيس دولة ولم يتخذ ولم يختص بيده وبرجاله بل عن طريق قنوات شرعية جميع الأسئلة اللي سئلت سيد الفاضل الجليل لصالح موكله، منها سؤال سيد الفاضل الرئيس ظل الجدل حوله وظل وقت كبير يسأل موكلي هذا السؤال وثابت عند هيئته الموقرة، كيف نما إلى علمك وجود أسلحة وذخائر في الدوغين؟ هل يسأل سيد الفاضل الجليل ويتفق مع العقل والمنطق والسير العادي للأمور رئيس دولة في ذلك الوقت كيف نما إلى علمك أنه توجد أسلحة وذخائر في منطقة الدوغين؟ كيف أكون رئيس دولة وعندي أجهزة ومؤسسات ولا أعلم بدبة نملة كما يقال عندنا في مصر في بلدي؟ ده هذا إدانة ليا إن لم أكن وأعلم بما يدور في بلدي بالكامل، إن لم أحافظ على نظام بلدي وحكمي عندما تدور أحداث محاولة انقلاب فاشلة، وأحيل إلى القنوات الشرعية وإلى مديريات الأمن وإلى أجهزة التحقيق حتى إن حدث خطأ من وكلاء النيابة العامة كما ذكر عندما ذكر هاي ربما أسيئه وليس التسليم أن يوجد فعلاً 7 أو 8 أعمار تحت السن، هذا ليست مسؤولية رئيس الدولة ولا مسؤولية وزير العدل سيد الفاضل. اسمح أنا لا أريد أطيل عنكم، لا أنني أرجو تخصيص جلسة كاملة أي. لمرافعتي أي. وأترك التعقيب على جلسة اليوم لزميلي الأستاذ خليل. المحكمة توضح لك إياه هسه المناقشة على ما ورد بالوثائق المبرزة من قبل السيد مدعي العام، إنما الأشياء العموميات اللي تحكي بها ضمن مطالعتك الدفاعية هاي بعدها، مو هسه مو وقتها. أنا بطلت أنا قلت سوف أحدد توضيحا لي على السؤالين دول، أنا السؤالين دول بس عايز يتوضحهم ويطرح لحين المرافعة الحكمية بعد إذن هرجو، بس أرجو يعني توجيه هذه السؤالين وسوف يتولى زميلي. السؤالين واضحة عندكم، يعني هو سأل معلش لا دقيقة أستاذ بالنسبة لكم أنت سمعت يعني بعد إذن هو قدم استفسارين بعد إذن قدم أي دقيقة النائب العام استريح وهذا حقنا وهذا حقنا يعني نعم. هل كان في ذلك الوقت موكلي رئيسا رسميا للبلاد؟ بس أنا عايز سؤال إجابة بس أرد عليك بسؤال آخر بأنه هل الإجراءات التي تمت وفقاً للقانون؟ احنا بنتبارس لا طبعاً نعم انت عايزني انا بسأل سؤال وطلبت المحكمة توجه لك السؤال، هل كان موكلي رئيساً رسمياً للبلاد؟ بس انا عايز لا استاذ بس ولا لا الادعاء العام انت خصمي شريف يعني مو ملزم بأن يجاوب على هذا السؤال يثبت ذلك بس الثاني. ده انت خصم شريف السؤال الثاني استاذ هو غير ملزم بالجواب السؤال الثاني ده خصم السؤال الثاني طيب كيفية حصولك على المستندات التي واجهت بها موكلي لجلسة اليوم؟ هذه من مو فقط جلسة اليوم استريح جلسة اليوم لو تريد المستندات الأخرى أفندم أنا جميع المستندات أنا بقولك كيفية فيما يتعلق
فيما يتعلق بالمستندات التي تقدمت هيئة الادعاء العام بها إلى المحكمة، هذه حصلنا عليها من خلال توجيه كتاب، وذكرت هذا ولكنك الظاهر يعني ما لا معاك كمل أنا معاك كويس. معاك توجيه كتاب إلى دائرة الأحوال المدنية. أنا بتكلم على جميع المستندات. أنا أجاوبك على مستندات هذا اليوم. أنا أجاوبك على مستندات هذا اليوم. وأرجع لك على المستندات الأخرى. محكمة. عن طريق المحكمة. يا ريت عن طريق المحكمة. عشان أوضحه للهيئة الموقرة. وسؤالي الأولاني رفض، وأنا بكرر وبقوله وبناشده إنك أنت خصم شريك ويجب ألا تخرج عن هذا الإطار، لأننا تعودنا وتعلمنا منكم ومن أحكامنا ومن محكمتنا العليا في مصر أن النيابة العامة هي خصم الشريف في الدعوة، ممثل المجتمع ولا مصلحة له في إصدار حكم البراءة. أحيانا فجأة بنشوف النائب العام عارف بنشتد وعارف صدور حكم المحكمة البراءة، نجد النائب العام يبتسم لنا ولا يضيق لأنه سيؤدي واجبه ومهنته. فأنا حبني دفاعي على هذا السؤال الذي ذكر إنه لا يريد إجابتي عليه في الأول، وخلاص أنا ما أقدرش أقول المحكمة اللي تجبره إنه هل الموكل كان في ذلك الوقت رئيسا رسميا للبلاد أم لا، ويجب أن يساعدني لأنه ده من أسس دفاعي، ورفض الإجابة عليه. السؤال الثاني يا فندم وبرضه يتعلق بدفاعي وقضيتي، كيفية حصولك على كافة المستندات الرسمية التي قدمت لعدالة بس؟ وهقول برضو لهيئة المحكمة ليه؟ وأرجو ألا تكون خصومة بيننا. أنا جاوبت فيما يتعلق بالمستندات التي تقدمت هيئة الادعاء العام بها إلى المحكمة وتم عرضها قويات الأحوال المدنية، وكذلك كتاب إجابة من دائرة الأحوال المدنية في صلاح الدين. هذا بالنسبة لهذا اليوم. أما بالنسبة للمستندات الأخرى، هذه تم جلبها من قبل أشخاص مشتكين، شهود، جمعيات، منظمات، وقاضي التحقيق جمع هذه المستندات وأحالها إلى محكمة الجنايات وهيئة الادعاء العام. سؤال آخر. يعني وجدت مع السيد الفاضل الجليل قنوات شرعية تستطيع أن تحصل منها على هذه المستندات؟ أنت سألت وأنا جاوبتك، وأنا مو ليس في صدد استنطاق أو استيضاح. إذا عدة جواب، إذا عدة أي أمور من خلال الدفاع مالته ومن خلال الدفاع في نهاية الجلسات، فأنا لا أجيب عن أي سؤال. أي أستاذ بإمكانك أن لا تجاوب. دقيقة أستاذ، أنا دقيقة أستاذ. طيب بالنسبة لكم أنتم باعتبار وكلاء حق الشخصي، أسئلتكم متعلقة بالمسائل الحق الشخصي مو مسائل أخرى، يعني من هاي المحكمة لا تعتبر هذا السؤال اللي سألته. إذا عندكم سؤال آخر متعلق بقضايا حق الشخصي تمام، غير هاي ماكو، ما يخالف. لا مالك حق إثبات الدعوة، أنتوا لا إثبات الدعوة بس مو مسائل أخرى. مدعين للحق الشخصي. نعم مشتكين ومدعين للحق الشخصي. أي ما يخالف، سؤالكم مو تكون يعني سؤال، هذا سؤال يعني الادعاء العام تسأله مو أنتم. أنتم متعلقين بقضايا إثبات الدعوة من حيث طلب حق الشخصي لا غير، لا تطرقوا إلى مسائل ما يخص مهمتكم. أي لا أي القانون قال كده ألا يتناول الدعوة الجنائية. دقيقة أستاذ، أنت عندك سؤال. أستاذ المحكمة المحترمة، نحن وكلاء المدعين بالحق الشخصي. أي نتمنى أو نطلب من المحكمة أنه يتسع صدرها لبعض الأسئلة اللي توجه للمتهم. يعني احنا فرصتنا جاي نشعر بيها احنا ضعيفة، ما فتمنحنا فرصة كافية لمناقشة المتهم. المحكمة سبقا منحتكم فرصة كاملة للأسئلة والأجوبة. استاذ عندنا أسئلة هسه يعني تسع إلى خارج. لا 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 استاذ مو خارج، لا مو خارج، من خلال الإفادة ومن خلال نطاق مهمة. لا استاذ لا أسئلة وأسئلة ضمن نطاق مهمتكم كوكيل عن حق الشخصي. استاذ نحن وكلاء المدعين بالحق الشخصي تطوعنا للدفاع عن أهالي الدجيل، ولا نتمتع بأي حماية أمريكية أو عراقية كما يفهمها البعض، كما لا نتمتع برواتب أو مزايا مادية، ولكن الذي استصرخنا للترافع في هذه الدعوة هي دموع اليتامى وعويل الأرامل وصراخ الثكالة. سؤالي اللي أحب أوجهه للمتهم
عن طريق محكمتكم المحترمة أن المتهم عندما كان يروم إلى الذهاب إلى مكان ما يذهب بأكثر من موكب، بعضها وهمي وبعضها حقيقي. استريح. لا استريح. بعض يذهب بأكثر من موكب، البعض وهمي والبعض حقيقي. سؤال: هل أن الموكب الذي تعرض لحادث الاعتداء كان الموكب الوهمي أو الموكب الحقيقي؟ أستاذ، هذا سؤال جزائي. هذا ما هذا المعلومات يعرفها أي عراقي؟ حكم مدني هذا. هاي يعرفه أي عراقي؟ إنه المحكمة حترد. أستاذ خليل، أنا عارف السؤال. ما الحمد لله. بإمكانك عدم الجواب، بإمكانك السكوت. ما عندك جواب. سؤال آخر. هل إن جميع